السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو انت عايز تشتغل على الفيرتشوال رياليتي لكن الاجهزة بتاعت الفي ار غالية، فممكن تستعين بالتطبيق دوت وتسطبه على الموبايل، بيبدأ يديك حق ان انت فعلا عندك الفي ار، ومجرد ان انت تلبس النظارة بتاعت جوجل، ودي رخيصة جدا تقريبا ب$10. هي عبارة عن حتة كرتونة الأكثر والأقل، بتحط فيها الموبايل وتبقى شايف كأنك انت جوه الفي ار، تمام. حتى كانت بتوزع مجانا، هو انا كاتب انها ب$10 لكن هتلاقيها ارخص من كده كمان. الفكره كلها ان انت بتسطب، بيقنعك ان انت لابس في ار، وبيقنع الكمبيوتر ان انت عندك في ار، يعني المفروض الكمبيوتر مش هيشغلها لك غير لما توصل في ار. انت بقى لما بتركب التطبيق بيقنعك وبيقنع الكمبيوتر، بيخليكم انتوا الاتنين تصدقوا ان في ار موجود. ده هو التطبيق في ار ايدج، تمام. كل اللي عليك ان انت بتسطبه وتبدا ان انت تشغل اي حاجه وانت موصل له الكمبيوتر، فيبدا يديك احساس، او الموبايل حتى تقدر ان انت تشغل اي فيلم فتحس ان انت شغال ب 360. هسيب لكم الرابط اسفل الفيديو. شكرا.